ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ بصوا كده، تسوي في الفرن وطلع كله سوا واحد. شايفين المحشيه بصوا عامله ازاي؟ معلش سخنه جدا. تعالوا بقى نشوف عملنا الكلام الحلو ده كله ازاي. بصوا بقى حبايب قلبي، انا خلاص كده طحنت البهارات وهاخد منها الكميه اللي على قد الرز بتاعي. انا هعمل حوالي 3 كيلو رز لان لسه هحشي ممبار ولسه هعمل كميه كبيره من بصوا كوسه وبتنجان، يعني الكميه شايفين كبيره قد ايه. في دوبك 3 كيلو رز او حتى ممكن اخليهم 4. وكميه بصل انا عامله برده بصل تاني، يعني انا مش بصل ده بس، لا انا فرمه بصل كتير برده. لسه هروح بعد دلوقتي على البوتاجاز ونشوف هنعمل الخلطه مع بعض ازاي. نسيت اقول لكم بقى، دي دقه كنت عملتها معاكم بس بزيت زيتون كده، محطوط عليها فلفل مفروم وتوم. بس لما انا عملتها معاكم كانت عليها بهارات سمك، دي بخليها عندي في الثلاجه، بخليها للاكل على الباميه على المحشي، بتبقى حلوه قوي يعني تحفه. الفيديو بتاعها، الفيديو هتلاقوه نازل قبل الفيديو ده ان شاء الله، نفس الخلطه وكل حاجه بس ما تحطوش بهارات سمك، استخدموها في اي حاجه بتخلي ريحه المحشي جميله جدا. نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى حبايب قلبي، انا جيت كده على البوتاجاز اهو، بحط كده فيها حبتين صغيرين شويه ليا كده، انا مقطعه صغير وهي جامده. بس تسيح شويه كده، او انا اصلا حابه ان انا احط البصل، حابه احط البصل كله قبل كمان ما تسيح، يسيحوا مع بعض كده. الطريقه دي بتخلي المحشي روعه بجد. جربوه بس بالطريقه دي هيعجبكم ان شاء الله. خليني بقى اشوحهم لحد ما التصفار تبقى غامقه شويه، اصفر غامق، وارجع لكم. بصوا بقى حبايب قلبي كده، حطيت كمان معلقة سمنة كبيرة كده، وفي سمنة بلدي بقى معلية الدنيا طبعا بتدي ريحة رهيبة. سيب بقى كل كمية البصل دي، بس ما حطيتش البصل كله علشان بحب احط الباقي نية على الرز. تعالوا نكمل بقى باقي الخلطة. بصوا بقى، انا اول حاجة كده بعد ما صفيت الرز خالص وغسلته، حطيت كوباية زيت زيتون، كوباية كده حوالي 250 مللي على 3 كيلو رز. عايزة اقول لكم بتخلي طعم الخلطة حلو وما بيوجعش البطن خالص. زيت الزيتون تحفة بجد، بس لازم اغلف كل رزاية كده الاول زي ما انتم شايفين كده. خلي كل رزاية متغلفة بزيت الزيتون ده، شايفين كده، يا رب تكون واضحة. بعد كده بنزل بمعلقة التوم كده، وهنزل بنص كمية البهارات، ولو احتاج تاني هحط واقلب برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايديا طبعا غسلتها ونضيفة، انا ما بعرفش اشتغل يا حبايب قلبي بالجلافز خالص، كل واحد على حسب بقى ما اتعود، انا ما بعرفش نهائي، فاطمنوا يعني انا ايديا نضيفة الحمد لله. عايزه اقول لكم ريحه البصل مع ال لا اله الا الله، البصل مع اللي هي الضاني مع السمنه البلدي تحفه جدا. دلوقتي بقى هنزل البصل الني اللي احنا ما خدناهوش كله، انا بحب دايما اعمل التلكيه دي، وانتوا برضو جربوها. بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت كده بكمية البصل كلها. هفضل بقى اقلبها عشان كمية الرز بس كبيرة جدا، ف لازم اتأكد كده انها ايه ريحة الخلطة جميلة جدا والبهارات، مادام شميتي ريحة الخلطة زي ما انا شمها دلوقتي يبقى انتي حاطة كمية بهارات كويسة. هنزل بقى بحبة حبة من الكزبرة لحد ما اخلصهم، بعدين نقلب فيها وارجع لكم.
خلاص بقى حبايب قلبي كده، انا عايزاه بالطرجه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بقى بعصير الطماطم. بسم الله، هذا كده كل الكمية اللي عندي، عشان زي ما قلتلكوا كمية الأجوان كتيرة. بس هديها بقى ايه حبة بهارات كده، في الآخر خالص هحط لها شوية شبت وبقدونس وكزبرة، بس في الآخر خالص غير الشبت اللي احنا حطيناه على خلطة الرز. بجد جربوه الطريقة دي حلوة جدا، كل الطرق اللي انا بعملها لكم بقى مجرباها وحلو. هسيبه بقى يتثبت كويس جدا وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي كده، انا كده عملت على السقف اللحمه كده اللي هي اللي انا هحشي بيها الفوسه، يدوبك البصله على سقف اللحمه، وبعد كده حطيت خدت من تسبيكه المحشي وحطيتها هنا هي بس تستوي. هبتدي ان انا ايه احط الخضره واحشي الكوسه. تعالوا بقى بقى الخلطه بعد ما خلصت. بصوا حبايب قلبي بقى، انا عامله كميه كبيره عشان اترككم زي ما قلت لكم كده عشان عندي عزومه. الخلطه بصوا تحفه تحفه، شايفين بقى شايفين جمالها. بصوا كده رهيبه. نحشي بقى البدنجان والحاجه وارجع لكم. بصوا بقى حبايب قلبي، انا غسلت الخضار بتاعي كويس قوي اهو، طبعا الكميه ما شاء الله كبيره، فمش عارف احشي ده كله قدام الكاميرا. خلص بقى الحلل بتاعتي ادهولي كده عشان ورايا كتير قوي. فبص بقى انا بقى عايزاكم ايه، وانتوا بتغسلوا الخضار كده تبقوا منقعينه في شويه ميه بليمون. ميه بليمون بجد بتخليه كده حلو كده وجميل كده. ماشي، هروح بقى ايه اظبط انا الليله بتاعتي دي واوريكم عصيرة اللحمة المفرومة هنكملها ازاي مع بعض. بصوا بقى حبايب قلبي كده، خلاص اللحمة كده استوت وبقت جميلة جدا تحفة، ريحتها رهيبة. هنزل بقى بالخضرة بتاعتي كده، يعني شوية كده حبة حلوين كده، واقلب بقى. هي دي بقى ايه الخلطة اللي انا بحشي بيها الكوسة من غير رز ولا اي حاجة. جربوا بقى الكوسة بالخلطة الجبارة دي، بصوا اللي هي الضاني فيها ازاي، حاجة كده توهم، وريحة بقى يا خرابي مش قادرة اقول لكم. طبعا هسيبها تبرد عشان اعرف احشيها، اكون انا خلصت المحشي الباذنجان بقى والحاجات اللي ورايا كلها تكون دي بردت. بصوا بقى حبايب قلبي، انا جبت كده الحله بتاعتي، بس هي عشان كبيره بقى قلت هي اكبر حله كده عشان تاخد الباذنجان كله. هعمل فرشت بالخضار بقى اللي انت عندك بقى الحاجات، بس تكوني غسلاها كويس قوي كده، حطي طبقه كده ونبتدي بقى نحشي. بصوا بقى حبايب قلبي كده، انا كده اهو خلصت خلاص، بس انا عشان اشيل الغطيان دي ما تعكسش الصوره. بصوا كده انا هسوي في الفرن عشان انا هقدمه بنفس كده الحلل دي، يعني بتعتبر بالنسبه لي زي الطاجن كده، فانا حابه ان انا اقدمه كده. يعني عملنا بقى الباذنجان هنا والبصل، وهنا برضو حطيت بصل والكوسه والفلفل بقى، بس الكوسه كلها اهي محشيه كلها لحمه مفرومه. باقي الخلطه حطيتها على الفلفل، وبقى الفلفل بالبصل كله محشي لحمه مفرومه على رز. هسويه بقى وارجع له في الفرن. مش هياخد مني غير بالظبط هي كوبايه ميه واحده 125 مللي شوربه، كمان 125 مللي شوربه، وهتسويه بقى على كده وهتغطيه بورق فويل وهتدخليه ساعه بالظبط وتطلعي هيكون استوى، هيبقى زي الفل ان شاء الله. بصوا بقى حبايب قلبي، خلاص كده طلعته من الفرن اهو، بس هو سخن جدا. بصوا كده الفلفل خلاص استوى، والبصل والكوسه بقى باللحم، مش عايزه اقول لكم ريحتها روعه. بصوا رايكم في الباذنجان، بصوا محشي الباذنجان ما شاء الله سخن جدا، طلع بيلمع ازاي. انا هقدمه زي ما هو كده في الحلل دي، منها حلل وطواجن فعجباني بصراحه، فانا هقدمه زي ما هو كده. ماشي، انا اتمنى بقى لو عجبتكم الطريقه بتاعتي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.